طبعا، بس في كذا حاجة بقراها برضو، بس يعني ما بحبش طبعا، عندي بكمل لسه في افراح ابليس وهدخل في تصوير ده، ف والفيلم لسه بكمل فيه رغم ان هو انا دوري برضو كلنا يعني ادوار ضيوف شرف، لكن ان شاء الله كل حاجة تترتب يعني في ميعادها. لو في حاجة كويسة من اللي بقراها ان شاء الله هقول لكم عليها في وقتها، بس لسه يعني لسه ما قلتش اوكي يعني. ان شاء الله. ميرسي جدا والله، بشكر. حاضر. بس لحظة بس، لأن أنا كنت إيه؟ بس في شفتي بقى أنا ننزل ده. أقولي يعني ده هيبقى على الموقع فيديو يعني فيديو. في حاجة ظبطت؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب 2018 تبقى سنة أجمل وأجمل لمصر، فيها نجاح، فيها إنجازات، فيها أنا شايفة والحمد لله بدأت تبان من 2017، لكن إن شاء الله أتمنى أن 2018 تكون أحسن وأحسن لكل الشعب المصري. بحبكم جدا، وشكرا لموقع صدى البلد، وكل سنة طيبين، وبتمنى لكم مزيد من التألق. شكرا.